هذا سائل يقول: إنني سعيت بفتح مغسلة في أحد جوامع محافظات منطقة القصيم، وقمت بفتح حساب لغرض تشغيل المغسلة وذلك تبرعا من أهل الخير، وقمت كذلك بتأمين سيارة لنقل الموتى، وفي الرصيد الحالي 4000 ريال فقط، وهذا المبلغ مصروف للسيارة والمغسلة، فهل تجب الزكاة عليهم؟ لا لا، ما جمعته لهذا المشروع فليس فيه زكاة ولو بلغ الآلاف، لأنه هو أصله للخير، ما هو، هو أصله مجموع لمشروع خيري، فلا تجب فيه الزكاة، وليس له مالك. الزكاة تجب على المالك، وهذا المال ليس له مالك، هذا مشروع الخير. نعم.